الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب وبصمة أمل الخيرية تلتفتان للأيتام والمعاقين من خلال رحلات للمواقع السياحية بولاية جيجل. احنا كشركه صناعيه في اول الامر عندنا في ثقافه المؤسسه تاعنا والقيم تاعنا تتماشى مع مثل هذه المبادرات لتهدف الى خدمه هذه الفئه الهشه من المجتمع ومد لها يد العون في اطار تكافل والتضامن الاجتماعي. لهذا وجدت الجمعيات الخيريه هي لمساعده المجتمع الهش، المجتمع البسيط الذي يحتاج الى الالتفاته الى خرجات هكذا ربما لا يستطيع الاهل تاعهم انهم يحققوا لهم هذه الخرجه مثلا كما الخرجه تاع اليوم. مبادره صنعت البسمة في وجوه أطفال فرصهم للترفيه قليلة. فرحونا بزاف بزاف ونشكرهم بزاف ونشكر جمعية بصمة أمل، يعني هما فرحونا اللي جاو لينا كيما أنا جاو ليا للدار، جاو ليا يعني والله فرحوني وصلوني يعني حققوا لي الأمنية اللي كنت نتسنى فيها. عجبتني المبادرة بزاف ونشكر جمعية بصمة أمل والشركة اللي عاونتهم باش خرجوا الفئة هذه باش تحوس، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والتطور إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله. بصمة أمل من أجل ابتسامة طفل، فما أروع مشاريع الخير إذا تعلقت بالأيتام.